شو هدول؟ صور أكثر من اللي جبتوهم بكتير. اسمحي لي مرت عمي أقول لك إنه هي اسمها قلة عقل بكل جدارة. يعني أنا ما بتخيل إنسان يقبل يعيش كل حياته في بجسمه سيكتون وسوليكون ومدري شو وشو مدري شو هدول بسموه. هاي الصور عطاني إياهن الدكتور اللي بدي أعمل عنده عملية التجميل. بعدين أنت بطلها هالعادة، هاي الحكي الكتير على الفاضي والمليان. بس يا مرت عمي معقول تقبلي على حالك أنت تصيري واحدة من هدول المشوهات؟ أنت رح تضلك طول عمرك جاهل. من فضلك لحد هون وبس، ما بسمح لك. إيه جاهل على القليلة بهذا المجال، لأنه كل اللي عملوا عمليات فاشلة أصروا على رأيهم وما سمعوا نصيحة الدكتور. يا ماما يا حبيبتي، أنت ليش ما عم تقتنعي إنه مو لازمك عمليات تجميل لتكوني حلوة؟ أنت حلوة كتير، مو ناقصك شي. بعرف إنه مو ناقصني شي، بس بدي أعملها هيك. شلون يعني هيك؟ جكر؟ إيه جكر، جكر فيكم كلكم، لأنه كل واحد فيكم بيعمل اللي بده إياه بدون ما يسأل حدا، بس إذا أنا بدي أعمل شي كلكم بتوقفوا ضدي. بس يا مرت عمي نحن بنحبك هيك، أنت ست الكل، أنت أمنا كلياتنا، أمنا القوية الحلوة. احنا بنعرف قديش ضحيتي مشاننا، احنا بنحسب لك الف حساب، وبصراحة عن جد احنا خايفين عليك من هالعملية. شفتي؟ شفتي قديش بحبك؟ حبيبي يا عكرمة، منيح اللي عبرت عن مشاعرك الحقيقية قدام ماما. بسينا، أنا خايف عليكي، يعني أنا ما بتحمل إنه مرتي حبيبتي تكمل بقية حياتها وفي شيء غريب مزروع بجسمها. وأنا خايفة كمان كتير من العملية، بس وقت لقيتكم كلياتكم وقفتوا ضدي صرت أنا بدي عاند. طيب وهلأ منقدر ناكل لنا شي لقمة طيبة هيك من تحت إيدين ست الكل؟ طبعا بتقدر تاكل، لأنه وصلت لكم على أكل وهلأ بيوصل. بصراحة أنا ما لحقت أطبخ قبل الظهر لأنه كنت عند دكتور التجميل. بعدين لا تفكر إنك أنت أقنعتني، أصلا أنا من وقت ما طلعت من عند الدكتور غيرت رأيي. هذا جيمي. الو يا حبيبي، انا عند اهلك بالبيت. شو بدك منه؟ لا لا طول بالك جيمي، لا تروح لا تروح على الشركه، بجوز ما يكون جيمي. جيمي سكر. قولي على قلبي ان شاء الله. شبه قاعد بشوف مازن ليكون، ما انا هذا اللي خايفه منه. لا يا ستي لو ضل على الان بزينك على احسن. قوم مين زينه هاي؟ لك قوم هلا مو وقت قوم. لك لحظه مو قلتي لي في عشاء؟ لا اخي لا تاكل سندويش على الطريق، قوم لازم نوصل على الشركه قبل جيمي. لك بابا ليش مستعجل؟ خليكم طيب. شفت ابنك علق فيها ستي، طول عمره بيعلق باللي اكبر منه وبيبطل. ايه بس هالمره غير شكل. وليش بقى غير شكل؟ لانه عامله انجح عمليات تجميل شفتها بحياتي وبدي اسالها عن دكتوره.